مساء الخير على كل متابعي الكورة والجماهير في كل مكان، أهلا بكم وحلقة متجددة من برنامج الكورة والجماهير. النهاردة حلقة ساخنة، هيكون ضيفنا في الفقرة الثانية إن شاء الله الموسوعة والحريف كابتن أشرف زوف ملك الأرقام والإحصائيات، والحريف الكابتن أحمد إبراهيم نجم نادي الزمالك من قطاع الناشئين. إن شاء الله تبقى حلقة ساخنة وإن شاء الله تعجب حضرات السادة المشاهدين. زي ما عودناكم هنبدأ يعني عندنا سؤال الحلقة النهاردة، مع أم ضد قرار النادي الأهلي بعدم لعب أي مباراة في الدوري قبل مواجهة الزمالك؟ شاركونا بأرائكم على الأرقام الموجودة على الشاشة. ده سؤال الحلقة النهاردة. نروح لأولى فقراتنا النهاردة وفقرة الأخبار. طبعا أسرة برنامج الكورة والجماهير بتقول للكابتن الخلوق الكابتن محمود الخطيب رئيس إدارة مجلس إدارة النادي الأهلي، ألف مليون سلامة عليك يا بيبو، شفاك الله وعفاك، وإن شاء الله ترجع لنا وترجع للنادي الأهلي وتنور النادي الأهلي وتنور الرياضة المصرية. ألف سلام عليك يا كابتن محمود. النهاردة طبعا زي ما أنتوا عارفين خضع لعملية حقن في الظهر، وطلب منه الطبيب الحصول على راحة لمدة 3 أسابيع. النهاردة بأسرة البرنامج الأستاذة أميرة عبد الرحمن والأستاذة هالة مقدمين حاجة طليق، يعني هي لا يعني احنا نفسنا نقدم احسن حاجة عندنا للكابتن محمود الخطيب. هم الحقيقة عاملين فيديو من تصميم أسرة الإعداد للكابتن محمود الخطيب، نشوفه مع بعض ونرجع تاني. بعد ما شفنا مع بعض تقرير الكابتن الخلوق المحترم رمز الرياضة المصرية الكابتن محمود الخطيب، نتمنى له الشفاء العاجل ورجوعه للنادي الأهلي في أقرب وقت إن شاء الله. نروح لخبرنا النهاردة الثاني من نادي الزمالك. الزمالك يستعيد بريقه على حساب المقاولون العرب في الأسبوع الرابع من الدوري الممتاز والفوز بهدفين مقابل هدف. أحرز هدف المقاولون العرب الكابتن محمد سالم، ثم كان لفرجاني ساسي رأي آخر وقام بالتعادل برأسية ولا أروع، ثم عزز الكابتن زيزو نجم نادي الزمالك بهدف الفوز، وبذلك يحصل نادي الزمالك على 3 نقاط غالية يحتفظ بهم على قمة الدوري العام. نروح للخبر اللي على الثالث اللي عندنا. الإصابة تنهي رحلة عمرو جمال في كأس العالم العسكرية رسميا بعد تأكد إصابته بمزق في الخلفية وغيابه لمدة 2 أسبوع، وبالتالي تأكد غيابه عن باقي مواجهات المنتخب العسكري حال استكمال مشوار البطولة. اتحاد الكورة عندنا خبر النهاردة، اتجاه لإقامة مباراة القمة 28 أكتوبر الجاري أو بعد أمم أفريقيا للشباب باستاد برج العرب باسكندرية. ثلاثي الأهلي محمد هاني ومروان محسن ورامي ربيعة تحت المنظار بالنسبة لجهاز منتخب الفراعنة. حسين السيد ظهير أيسر النادي الأهلي يبحث عن عرض خليجي وبالتحديد في الإمارات أو السعودية للرحيل عن الأهلي في الميركاتو الشتوي. عندنا برضو خبر أخير النهاردة عشان نروح بقى لضيوفنا. الانتاج الحربي يجهز باسم مرسي استعدادا لقيادة الهجوم أمام بيراميدز المقرر لها الاثنين المقبل 5:30 على استاد السلام ضمن الجولة الرابعة للدوري الممتاز. طبعا احنا ما عدناش عارفين هي الجولة الرابعة ولا الخامسة، لان اتحاد الكورة عامل لنا أزمات من غير أزمات. هنطلع بفاصل بتقرير للكابتن أحمد إبراهيم كاماتشو لاعب الزمالك السابق، ونرجع لكم باستقبال ضيوفنا الموسوعة والحريف. نشوف الفيديو ونرجع تاني. بعد ما رجعنا لكم من الفاصل
بنرحب بضيوفنا الجمال الموسوعه والحريف. مع الموسوعه موسوعه الارقام والاحصائيات نورتنا يا كابتن اشرف. كابتن اشرف زوف منور البرنامج. اهلا بارك الله فيك. اهلا يا كابتن. مع الحريف نجم نادي الزمالك كابتن احمد ابراهيم منور البرنامج يا كابتن احمد. بنورك كابتن احمد. اهلا بيك كابتن. حلقه ساخنه ان شاء الله زي ما عودناكم، ومن خلال برنامج الكوره والجماهير نحن نختلف عن الاخرين، كل حياديه كل شفافيه، وضيوفنا بيتمتعوا بذلك. ان شاء الله حلقه تعجبكم وتنول اعجابكم، ونكون ضيوف ما نبقاش تقال عليكم الليله ان شاء الله. نبدا اولى فقراتنا النهارده. نادي الزمالك لا يعرف الخساره امام المقاولون العرب منذ 17 عام، حيث كانت اخر فوز لنادي المقاولون العرب على نادي الزمالك عام 2002 بهدفين مقابل هدف واحد. نشوف النهارده مع ضيوفنا ونحلل اداء المقاولين والزمالك. نروح مع الكابتن اشرف زوف، ايه رايك النهارده وشفت المباراه ازاي يا كابتن اشرف؟ يعني يمكن المباراه طبعا هو فوز مهم وغالي لنادي الزمالك بثلاث نقط، ولكن انا شايف يمكن اكتر من الفنيات هو فوز معنوي، يعني في المقام الاول لنادي الزمالك، خصوصا بعد يمكن الفتره الحرجه، عروض ضعيفه يعني في الفتره اللي فاتت. غير كمان كده كمان الزمالك مقبل على مباراه مهمه ومصيريه في افريقيا مع بطل السنغال الاربعاء الجاي. كمان الماتش اخر ماتش في الدوري كان الزمالك تعادل فيه مع نجوم مع اف سي مصر. برضو كمان بعد حاله الجدل واللغط اللي احنا عايشينها ما بين تاجيل القمه واللعيبه اللي يعني كان مريحين عشان القمه، والقمه هتتلعب ما هتتلعبش، كانت برضو في حاله كده مش مظبوطه. يمكن كمان زي ما حضرتك قلت العروض الاخيره لنادي الزمالك سواء حتى في بطوله افريقيا مباراه الذهاب مع بطل السنغال ما كانتش برضو على المستوى. مباراه السوبر خساره السوبر اداؤه في المحلي الاداء المحلي يمكن ابتدى القلق بقى يتسرب لجماهير الزمالك ومحبين الزمالك في الفتره الاخيره يعني. فاعتقد ان الفوز ده فوز معنوي يمكن اكتر، ويمكن هيكون نقطه فارقه في مسيره ومسيره ومشوار نادي الزمالك في الفتره المقبله ان شاء الله يعني. ان شاء الله. نروح للكابتن احمد ابراهيم بقى والفنيات. شايف كابتن ميتشو المدير الفني لنادي الزمالك النهارده اداؤه يعني من وجهه نظرك يا كابتن احمد؟ والله يا كابتن احمد مبدئيا ميتشو من ساعه ما تولى فريق نادي الزمالك تمام لعب ثلاث مباريات في كاس مصر، فاز بالثلاث مباريات، كان اداء الفريق كان كويس، واخرهم كانت مباراه بيراميدز. أيوة. عمل مباراه قويه في السوبر في النهائي كاس مصر كاس وكان لعب المقاصه والاتحاد وطبعا بعد كده ميتشو من المدربين الاذكياء شويه، بيقدر يوصل الاول يعني. انا شايف انه بيوصل عشان يكمل مع الزمالك بيحاول يكسب مجلس اداره النادي. طبعا احنا كنا نادي الزمالك كان بيعاني الفتره اللي كان فيها المدرب السابق جروس ان كان ما كانش فيه عمليه تدوير. اللعيبه اللي لعبت بطوله افريقيا انضغطت ولعبت الدوري، فطبعا اللعيبه ديت لما جيت انت تنزل بدائل او تضيف او يحصل عندك دروب المنحنى نزل بتلاقي الفرقه ما فيش. فطبعا لا انا مش هقيس ميتشو بجروس. ميتشو لسه لغايه دلوقتي ما اثبتش لجمهور نادي الزمالك ان هو مدرب لسه ما دخلش الأكبر. قلوب الزملكاويه طبعا هي القلوب الزملكاويه مش هيدخل قلوب الزملكاويه غير لما يعمل اللي عمله كابرال مثلا. ست بطولات في سنه ساعتها تمام. لكن احنا مش هنقيس ده ميتشو باي مدرب سابق. احنا لسه ميتشو ما عملش حاجه مش هنحكم الزمالك. عليه دلوقتي مش هنحكم عليه. بس هو عنده اخطاء واخطاء جسيمه شويه. ايوه ان هو بيبقى لاعب داخل في فورمه المباريات بيأدي كويس، بص تلاقي لاعب ده المباراه الثانيه قاعد على الدكه ما ابتداش الماتش. لاعب طبعا المعلومات بتاعته بتنزل بشكل كبير. استأذنك يا كابتن احمد. اتفضل يا كابتن. طبعا استاذ وخبير اللوائح يا كابتن اشرف. كابتن محمد بيومي مساء الخير، خبير اللوائح بالاتحاد الدولي. اهلا وسهلا، تحياتي لحضرتك والاستاذ اشرف وضيوفك الكرام. كابتن احمد ابراهيم نجم نادي الزمالك. كابتن احمد اهلا بيك يا استاذ محمد. مبروك الفوز. اشرف زوف معاك يا استاذ محمد، ازي حضرتك؟ ليا كده مداخله على اداء الزمالك النهارده بسيطه. اتفضل. ده انا كنت لسه بقى بعد اداء الزمالك هستاذنك في سؤال. اتفضل. بس حضرتك تتكلم الاول عن نادي الزمالك. يعني الحقيقه انا شايف الزمالك النهارده، انا طبعا شفت المباراه كلها من اولها لاخرها تمام. نادي فريق تاني مختلف عن اخر مباراتين لعبهم نادي الزمالك تمام. انا في تقديري اخر مباراتين لعبهم نادي الزمالك كان الاداء دون المستوى وسيء، ولكن النهارده انا شايف فريق مترابط متكامل. الروح الروح يا استاذ محمد، الروح
غير الروح، ما في ممكن المقاولين عنده روح بس ما لعبش كويس، لكن الزمالك الروح. طب حضرتك تتفق معايا يا استاذ محمد في نقطه؟ اتفضل. إيه الزمالك الكره الثانيه في الشوط الاول كان دايما بتاعته. تمام. يعني تتفق معايا في النقطه دي؟ اه طبعا. وحتى الشوط الثاني هو كل المشكله في الشوط الثاني انه ما سجلش اهداف، لكن كان مسيطر على المباراه سيطره كامله، على الرغم ان المقاولين الشوط الثاني نازل بيحاول بجديه، ولكن الزمالك ما ادالوش فرصه. ايوه ما ادالوش فرصه. هو ميتشو عنده سياسه يا استاذ محمد اللي هي الضغط في جميع بقاع الملعب، يعني ميتشو دي مدرسته ايام ما كان بيدرب في الفرق اللي كانت في جنوب افريقيا، انه بيضغط في جميع انحاء الملعب، بيحاول يستخلص الكوره من مكان ما اتقطعت منه الكوره. انا بقى شوف يا كابتن، انا بقول لك رايي كواحد من الجماهير، انا راجل مش بتاع التحليل الفني، وانتوا احسن مني الف مره. لا انت لا استاذنا استاذنا طبعا يا استاذ محمد. لكن اعتبرني بقول راي واحد من الجماهير. انا شايف النهارده انا بتكلم بصفه عامه. تمام. كابتن احمد اشرف هتتكلموا في الفنيات الصغيره دي بتاعتكم ملعبكم، لكن انا بتكلم بصفه عامه عن المباراه. لا الفريق كان مسيطر تماما، تحركات الفريق كانت مترابطه جدا، تحركات اللاعبين كانت رائعه، سرعة استرداد الكرة لو فقدوها كانت سريعة جدا، الروح بتاع الفريق كانت هايلة حلوة خالص. يعني أنا في المباراة دي أنا أهلاوي على فكرة طبعا، لكن أنا رجل عادل يعني أنا أنت بتقول الحق بكل حيادية يا أستاذ محمد. أنا بقول الحق بكل حيادية. طب حضرتك أنت في نهاية الموضوع الزمالك والمقاولين هو فوز معنوي لما لآتي لنادي الزمالك في البطولة الأفريقية. صح. طبعا. يعني الفوز دوت يرفع جدا من معنويات الفريق في المباراة القادمة إن شاء الله. رجع الفرقة تاني. أيوه مظبوط. رجعت الفرقة تاني، هنا بقى المفروض المحافظة بقى. لازم يحافظ على المستوى ده. ما نعملش مشاكل تاني بقى. أيوه. طيب. نحافظ على هذا الأمر عشان يعني في النهاية إذا الأهلي والزمالك بخير كرة القدم. تمام كلنا متفقين معاك في النقطة دي يا أستاذ محمد. تمام. طيب نروح بقى لحضرتك في سؤال مهم جدا. نعم. النادي الأهلي أعلن من يومين إنه مش هيلعب مباراة في الدوري إلا بعد مباراة القمة. وعنده مباراة يوم الأربع مع الجونة. في حال إن الأهلي والجونة ما لعبش، إيه العقوبة اللي تقع على النادي الأهلي؟ احنا عندنا مبادئ ترقى لمستوى القانون. تمام. وهي في اللوائح، وهي اولا يجب احترام الاتحاد الاهلي وتنفيذ تعليماته، ده مبدا يرقى لمستوى القانون. تمام. يعني ما ينفعش انا اروح اقول للاتحاد انا مش هنفذ كلامك ده، هذا لا يجوز. تمام. واي نادي يتمرد على الاتحاد اللي بيدير اللعبه يكون عرضة للعقوبات. وعشان ما نهريش كتير في الموضوع ده ونتكلم من الآخر، إذا الأمن قرر تأجيل أو إلغاء أو تعديل أو نقل مكان إقامة مباراة فعلينا أن نحترم ذلك. وسألت السؤال النهاردة عدة أسئلة، قالوا هو ده مش يعتبر تدخل حكومي؟ قلت لهم لا، اما تدخل وزاره الرياضه، اما تدخل اللجنه الاولمبيه، اما يتدخل القضاء، هذا هو التدخل الحكومي. اما الامن فهو عامل مساعد رئيسي واساسي في تنظيم واداره المباريات. تمام؟ دي نقطه. النقطه الثانيه، اذا الامن قرر فعلينا ان نحترم الامن وننفذ تعليماته دون نقاش كمان. تمام. لكن هناك سؤال اخر، هل الامن فعلا هو من اجل المباراه؟ ايوه ده السؤال المهم بقى. ده السؤال المهم. ماشي، على اداره النادي الاهلي ان تتاكد، وعلى اتحاد الكره ان يتمتع بالنزاهه والشفافيه والحياديه، انهم اتفضلوا ادي خطاب الامن اهو. هقولوا والله بلغونا شفوي؟ لا، مفيش حاجه اسمها شفوي. طب وايه اللي دخلنا في اللغط ده يا استاذ محمد؟ أكيد كلنا بنتمنى انتظام المسابقة وتنفيذها في مواعيدها. هناك يعني شوف، هناك شبهات، هل اتحاد الكورة
أجل هذه المباراة مجاملة لنادي الزمالك، ولا فعلا الأمن طلب تأجيل موعد المباراة؟ على اتحاد الكرة أن يجيب على هذا السؤال بمنتهى الحيادية والشفافية. إذا فعلا الأمن طلب تأجيل المباراة، تعليم سلام، ما عندناش ولا كلمة ولا حرف. ولكن إذا الأمن لم يطلب هذا الأمر، ففي هذه الحالة يجب سحب الثقة فورا من اللجنة المؤقتة اللي بتدير الاتحاد. واحنا بنضم صوتنا لصوتك، بنضم صوتنا لصوتك يا أستاذ محمد، ولكن الكابتن أشرف زوف له سؤال عند حضرتك. اتفضل يا أستاذ أشرف. محمد اتفضل يا استاذ اشرف حبيبي. بالنسبه عايزين بقى نعرف راي حضرتك او راي القانوني في ما اثير مؤخرا حول انسحاب نادي الزمالك في حاله لعب السوبر الافريقي في قطر. كان المستشار مرتضى منصور صرح ان لو الاتحاد الافريقي يعني اسند تنظيم السوبر او يعني اقامه السوبر في قطر، ان الزمالك مش هيلعب المباراه. هنا في كان في يعني الاقاويل تناصرت ما بين ان العقوبه هنا بتوصل لايقاف الزمالك لثلاث سنوات وحرمانه من المشاركه، وفي ناس قالوا لا السوبر لا بتبقى غرامه ماليه فقط بس مش 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 ايقاف. طيب تمام. اولا في لوائح الاتحاد الدولي نصا كده يجب ان تبتعد، شفت هذا هو التعبير اللي ذكره الاتحاد الدولي، يجب ان تبتعد كره القدم. ولما يقول كرة القدم يعني بيتكلم على كل عنصر من عناصر كرة القدم، سواء مدربين ولاعبين وإداريين وملاعب واستادات وجهات مساعدة. كرة القدم برمتها بكاملها يجب أن تبتعد كرة القدم عن السياسة والعرق والجنس والدين، ملهاش علاقة بالحاجات دي تماماً، والهتافات العنصرية ولا آخر الأمور. وأي نادي جماهيره، مش هو بس، مش النادي بس، يعني مجرد واحد من الجماهير يقوم بأي إجراء من هذه الإجراءات المخالفة يكون عرضة للعقوبات مغلظة. نيجي للسؤال الأستاذ أشرف الرئيسي، ماذا لو انسحب نادي الزمالك من المباراة السوبر المزمع إقامتها في قطر؟ فسيكون نادي الزمالك عرضة لعقوبات كبيرة جدا، يعني لا يتسع المجال لحصرها. وفي هذه الحالة أنا برجو بالرئيس نادي الزمالك إنه يهدى شوية بالراحة، يعني ما يتصرحش تصريحات كويس وبعدين ما يقدرش ينفذها. يعني العقوبات هتبقى فيها ايقاف وفيها برضه غرامات ماديه؟ عقوبات مش عاوز اقول لك، قد تصل لشطب فريق الزمالك ووقف عن ممارسه النشاط. كل عشان يلعب ماتش السوبر؟ مش عايز يلعب. مش بمزاجه. مش عايز يلعب. دي لوائح. مش بمزاجه. دي لائحه يا استاذ محمد. لوائح طبعا. طيب قانون. احنا بنشكر حضرتك على المداخله، بس احنا ناخد وعد من حضرتك على الهواء يا استاذ محمد، تبقى ضيفنا ان شاء الله في البرنامج وتنور وتشرف برنامج الكره والجماهير. حبيبي يا استاذ محمد. نروح لسؤالنا الثاني النهارده مع ضيوفنا الكرام. طبعا احنا مش هنتكلم كتير يا كابتن اشرف في موضوع الزمالك والصور. هو خلاص بقى، هو كده وضح كل الامور كلها. صغير وكبيرها يعني قال كل حاجه. يعني معانا الاستاذ سيد الشناوي، اتفضل. الو مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ سيد. سعيد يا فندم، سعيد الشناوي فندم. مساء الخير يا استاذ سعيد. مساء الفل يا فندم عليك وعلى القناه الجميله وعلى البرنامج اللي اتاح فرصه للتواصل للجمهور الرياضي المصري اللي محروم من الاعلام المصري، هذا الاعلام اللي اغلق نفسه تماما وفصل وعزل نفسه عن الشارع. ده اسمه ده برنامج الكوره والجماهير، احنا كلنا تحت امر الجمهور المصري. انا مأجل نفسي النهارده عشان اتابعكم واستمتع بيكم. ده شرف، ده شرف وسام على صدرنا. جميلة جدا جدا. خلينا اتحدث معك حضرتك اولا، خلينا احيي الكباتن الموجودين. اتفضل. احيي استاذنا الكبير الرائع والمثقف والمتواضع والذي اسرانا كثيرا على صفحته الجميله التي قلما يصنعها احد الاعلاميين او الرياضيين على التواصل الاجتماعي، وهي انا بعتبرها يعني قناه الشعب الطيب المحترم، الشعب المصري اللي عنده استعداد يفطر ويتغدى ويتعشى كره قدم. بعيدا حضرتك بمسعى كابتننا الجميل استاذ اشرف زوف والضيوف الموجوده كابتن احمد ابراهيم.
كابتن احمد النجم الكبير نجم أهلا نادي بيك الزمالك. سعيد ربنا يخليك ربنا يخليك وبحييكم يعني اقعد احييكم من هنا لبكره مش هيكفيني. ربنا يبارك فيك حضرتك يعلم ده من ذوق حضرتك والله سعيد. خليني يا فندم خليني اعطيني في عجاله سريعه عشان برنامج حضرتك. اتفضل. خليني اتحدث بلغه الشارع المصري. اتفضل. بعيدا عن اللوائح وبعيدا عن الاشياء اللي تحدث عنها الخبير الفاضل المحترم اللي تحدث قبل مني، خلينا اقول لحضرتك الشارع المصري في حاله تخبط لعدم وجود شفافيه. تمام. اسمع على قناه من القنوات ولو حبيت اذكر اسمها ان الجهه الامنيه اعلنت هي التي طلبت تاجيل المباراه. وهذا كان على الهواء مباشره. هناك بعض الاعلاميين والقنوات والصحفيين كل واحد يا معلش سامحني في هذه الالفاظ انا بكلمك بلغه الجمهور. اتفضل. نحن والشارع المصري يتعرض لعدم شفافيه وهذا يحدث يعني بيعمل احتقان في الشارع المصري. يا فندم عدد الاحتقان ده جانب ثاني ممكن نتكلم فيه ثلاث ساعات وطبعا خليني يعني ارجو ان يتسع صدر حضرتك. رساله حضرتك وصلت يا استاذ سعيد لان معانا اتصالات كتير فطبعا ان شاء الله نتواصل مع حضرتك. تحياتي ليك يا استاذ سعيد. تحياتنا لحضرتك. الو معانا مكالمه. اتفضل. تمام. طيب نشوف المداخلة الأول يا أستاذ محمد. أستاذة أميرة. طيب منين ما تيجي المكالمة نكمل وبعد نكمل. كده طبعا ميتشو. أعلن خلاص ميتشو أنت وفيت جبت بلاش أقول يعني كانت في حتة بس كده. طب قول يا كابتن أحمد اتفضل. ميتشو لازم يحط اللعيبة اللي هتبتدي المباريات اللي هي تبقى قوة الضربة بتاعته. أنا من رأيي مش عايزه يجامل. هستأذنك يا كابتن معانا اتصال. اتفضل. انا ما بحبش ان انا نقطع الاتصال عن حد. اتفضل يا استاذ محمد. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام اتفضل. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نتعرف بحضرتك الاول. محمد حمدي من الجيزه اول فيصل. بلديات بقى كابتن اشرف. ده حبيبي ده راجل محترم جدا ده فاتح بيته لاي حد والله لو كنت معاه امبارح. اتفضل يا استاذ محمد معاك. زملكاوي جدا يعني حبيبي الكابتن احمد ابراهيم طبعا. وعلى فكره ده عامل اغنيه الكابتن احمد ابراهيم ده كابتن مصر كلها. ربنا يخليك يا استاذ محمد. استاذ محمد على فكره قابلني امبارح ان هو عامل اغنيه جميله جدا هو وابنه. ابنه اهلاوي عاملها لنبذ العنف والتعصب. يا ريت والله حاجه للروح الرياضيه حاجه جميله جدا. خلاص محمد مع حضرتك. اتفضل يا استاذ محمد. طبعا عامل اغنيه يمكن انا استشرت الكابتن اشرف امبارح. لسه كنا بنتكلم عليها مع استاذ احمد للقطبين. للاهلي وللزمالك. طب احنا بقى بناخد وعد من حضرتك ان الاغنيه هتبقى من خلال برنامج الكره والجماهير. يا باشا اقول لك على حاجه. اتفضل. انت لو استضفتني في اي وقت انا راكب مع الاستاذ اشرف ولو استضفتني في اي وقت انا عندي كتير عاوز اقوله وعاوز اقوله عن التعصب ونبذ العنف وكلام كتير والحمد لله رب العالمين. انا بقالي 36 سنه بشجع نادي الزمالك. تمام. وابنه اهلاوي تحت عمرك في اي وقت ورقمي طبعا مع الاستاذ اشرف. بس ابن حضرتك ابن حضرتك اغنيه اكون حصريه عندك في القناه. ما تحرمش منك يا استاذ محمد ربنا يخليك. بس انا بشجع الولد اللي يعني أهلاوي. لن اعيش في جلباب ابي. وبعدين انا هدي فرصه للناس الثانيه عشان تتكلم مش هكون ضيف تقيل عليك. ربنا يخليك يا استاذ محمد. انت تشرفنا في اي وقت يا استاذ محمد. طبعا بتشرف بالكابتن الكبير المتواضع المحترم الخلوق الكابتن اشرف زوف. ما تعرفش بيعامل الناس ازاي. اقسم لك بالله ما بجامل وانا بنافق. لا حد جميل. ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك فيك يا استاذ محمد. حد جميل. ربنا يخليك يا حبيب قلبي. ماشي شرفت بك يا استاذ احمد يا سعيد وتحت امرك في اي في اي وقت في اي حاجه. ما تحرمش. وهكون حصريه عندك في القناه. حبيبي ما تحرمش من ذوقك. ابني اهلاوي طبعا وانا زملكاوي. ما هو ابنك بقى واخد مبدا لن اعيش في جلباب ابي. ده حقيقي طبعا. ماشي جميل الاستاذ محمد. لا ده حقيقه. امبارح على فكره قابلني بالصدفه يعني انا اول مره اتعرف عليه امبارح على فكره. والله هو طلب يعني انه يقابلني فلقيته عامل اغنيه كاتب اغنيه جميله جدا جدا يعني حاجه كده جميله. انت عارف حضرتك ان احنا من هنا من خلال الكوره والجمال كنا عاملين حلقه جميله قوي اهلاوي وزملكاوي. بقى المدرج بتاع الدرجه الثالثه لقت صدى كبير قوي.
اللي هي على فكرة الأفكار دي جميلة جدا جدا. يمكن أنت كده عملت إيه مزج من حاجتين. يمكن أنا بالمناسبة معلش أخد نص دقيقة كده. يمكن برضو كان في الأونة الأخيرة كده فترة الأخيرة الأستاذ محمد القوسي الأهلاوي العالمي الكبير أستاذ أحمد الخضري الزملكاوي عامل حاجة كده جميلة جدا كده كتبت عليها مقالة قريب برضو في الموقع عندنا برضو عاملين حاجة كده برضو اسمها الأهلاوي الزملكاوي. برضو عايز أقول لحضرتك برضو يعني يمكن أنا نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري نبذ العنف ورش الروح الرياضية برضو يعني عندنا اتجاه برضو للموضوع ده كده. عايزين نفعل ان شاء الله يكون لنا برضو حلقه مع حضرتك برضو يمكن احنا عندنا فعاليه قريبه للاتحاد ان شاء الله تنضموا معانا. شرفنا استاذ اشرف كابتن اشرف في اي وقت. طبعا اتحاد الكوره النهارده نرجع لكابتن احمد عشان ما ننساش عشان بيزعلوا الزملكاويه ويقول لك انتوا بس هو قال حته بس في النص كده بس معلش يعني مش قادر مش قادر اعديها بس عايز اسكت بس مش قادر. بقول لك زي ايام كبرال خد 6 بطولات في موسم واحد. ايوه انت وقعت مع ملك الاحصائيات كلنا بقى رد على 6 بطولات يعني يا كابتن اشرف. كبرال مع نادي الزمالك ما خدش ما فيش مدرب اصلا مع نادي الزمالك خد 6 بطولات لان طبعا ما فيش اصلا الزمالك مش هيقدر يشارك في 6 بطولات اصلا. ما خدش 6 بطولات لان ما فيش 6 بطولات في الموسم يعني كان عندنا دوري وكاس سوبر حتى لو في بطوله السوبر هو خمس. ما خدش البطوله العربيه هنا لما كانت موجوده في مصر كمشارك فيها. ده واحد تمام تمام. السوبر المصري 2 البطوله العربيه الوحيده اللي خدها الزمالك 2003 ماشي. السوبر المصري 2 السوبر المصري السعودي 3 تمام كده. الدوري 4 تمام. الكاس 5 لا 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 ثواني بس ثواني 5 اللهم صل على سيدنا محمد هو ختمها ب6-1 لا 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 ليه كان في 6-0 ماشي 6 دي في 42 ماشي. نرجع تاني بقى عشان حلقتنا احنا ما اتكلمناش في اي حاجه النهارده لسه بالظبط لسه نروح برضو اتحاد الكوره مؤخرا اجل مباراه الاهلي والزمالك. رايك في تاجيل المباراه يا كابتن اشرف بالشكل اللي طالع للجمهور؟ بص حضرتك هو الخلاصه في كلمتين اتنين بس اتفضل. يمكن استاذ محمد بيقول قال هو تاجيل المباراه ده اللي اعلن للراي العام او للجمهور اعلن ان المباراه للاسباب امنيه تمام. طبعا شايف ان ما فيش يعني حاجه منطقيه ولكن احنا ما نعرفش اللي ما بين السطور بقى ايه ما نعرفوش ولكن اذا كان اسباب امنيه فعلا او لدواء امنيه زي ما بتقول تعظيم على الجميع تعظيم سلام لو امن لكن لو غير كده بقى ما اعتقد ان دي يعني خطوه بترجعنا 10 خطوات لورا. هروح للكابتن احمد. هل الدواعي الامنيه هي السبب الحقيقي وراء تاجيل المباراه يا كابتن احمد؟ زي ما قالك استاذ اشرف هم ادرى طبعا كده ما حدش عارف يعني حاجه امنيه بحته يعني المفروض دلوقتي هو لا تحرك الكره في ملعب اللجنه الخماسيه دلوقتي اللجنة الخماسية. لو في فعلا قرار امني او في حاجه امنيه المفروض تطلع الحاجات دي. حضرتك حاجه يا كابتن اشرف اتفضل. اللجنه الخماسيه والاستاذ محمد بيقول ان لازم اللجنه الخماسيه يبقى عندها الشفافيه وتطلع تقول للجمهور ايه اللي حصل ويطلعوا لنا الجواب اللي جاي من الامن. انا عندي معلومات بتقول ان اتحاد الكوره نفسه اللجنه الخماسيه هي اللي ادت ايحاء للامن بان في احتقان والامور بين الناديين. طب والامن شاف ايه؟ ايه الامن شاف ان المباراه تتاجل تمام. طب خلاص ده في لا 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 ما هو في فرق ان انا اللي بديك القرار. انا راجل بديل اللعبه انا بطلب منك انا اللي بديل المسابقه يعني انت فاهم حضرتك ازاي يقال يعني انا مش متاكد من المعلومه يعني كلام برضو يعني في ناس يقول لك ده الزمالك ما كانش عاوز يلعب الاهلي عاوز يلعب اتحاد الكوره شايف ان في احتقان على المواقع التواصل الاجتماعي بعدين الجماعي. يمكن اخيرا قالوا المباراه يمكن تقام 28 هم بيقولوا 28 28 ده في حاله ان شاء الله الزمالك ربنا يكرمه. مباراه افريقيا امتى؟ لا ما هو الزمالك لو ان شاء الله لو الزمالك يعني هيلعب 24 مع جنراسيون السنغال 24 فان شاء الله لما الزمالك هيفوز هيلعب بقى دوري المجموعات هيبقى عنده وقت يلعب 28 في ماتش القمه. لا قدر الله الزمالك خسر وخرج من دوري من الدوري ابطال الانديه هيتحول للكونفدراليه تمام. فهيلعب دور ال 32 مكرر تاني هيبقى 27 و28 هيضطر بقى تتاجل المباراه. طب وايه اللي دخلنا في الازمات دي يا كابتن؟ هي دي المشكله بقى يعني احنا اول ما الاتحاد تعين الخمس اعضاء اللي هي اللجنه الخماسيه احنا من هنا اشدنا بدورهم وعملوا حاجات ادت الانطباع للجمهور المصري ان في بوادر امل ان الحاله الرياضيه في مصر تتغير. مش انطباع يا استاذ احمد ده احنا هللنا خلينا نتكلم بصراحه ده احنا فرحنا وهللنا بقى ان احنا عندنا جدول هينزل الجدول والجدول بمواعيد الملاعب. انا وجهه نظري الضعيفه يا كابتن اشرف احنا اجلنا مباراه الاهلي والزمالك مفيش مشكله طب ليه ما اجلتش الاسبوع كله ورحله كله بقى يعني ارحل الاسبوع يعني عندي الاسبوع الرابع ارحله كل الاسبوع اللي بعده يبقى ما عنديش ازمه. لا لا في ازمه كده حضرتك ما هو برده احنا خلي بالك حضرتك احنا في عرض يوم احنا عندنا في الجدول لان احنا برده اجلت يا كابتن. هو اجلت بقى مباراه بقى خلاص المباراه دي كانت هتتزق في الجدول في اي وقت في اي فراغات ولكن الاسبوع برده هيبقى كتير برده لنا الله بجد يعني احنا كنا بس يعني في بدلة امل كده كلنا كنا متشعلقين فيها بالبلدي كده متشعلقين فيها كده نعدي لايه ويبقى عندنا انتظام وعندنا عارفين ده هيلعب امتى وهيلعب فين نروح للكابتن احمد عندنا
كابتن احمد حسن لاعب منتخب مصر، رايك في سخريته من قرار تاجيل مباراه القمه؟ كل واحد مسؤول عن تصريحاته. كابتن احمد كابتن منتخب مصر طبعا ولاعب كبير وكل تمام. حاجه لما يطلع باي بدلي اي تصريح هو مسؤول عنه. يعني بس هو انا طلع قال بيقول لك بعد تاجيل القمه الحاج عامر حسين فكره لا تموت، احنا اسفين يا حاج عامر. ماشي، ما هي فكره، ما فيش جديد طبعا يا كابتن احمد. مظبوط. طب مفيش يعني هو بعيد. هو حضرتك برضه هتلاقي برضه تصريحات للكابتن مصطفى يونس وللكابتن احمد حسن. كل ده جاي كل ده جاي كل ده جاي معانا ان شاء الله. كله حضرتك بيتكلم نفسه، كل واحد مسؤول عن الشارع سواء كمسؤول او كجمهور او كاعلامي او كصحفي او رياضي، كل حضرتك برضه في الفكره برضه ان الانقسام حوالين يعني مؤيد للتاجيل او رافض للتاجيل، فكله بقى حسب تصريحاته بقى. طب عندنا بيان للنادي الاهلي صدر مؤخرا بعدم لعب اي مباراه الا بعد مباراه القمه، ما ده ازمه تانية. ولكن هو البيان بس انه ضيف له حته عشان احنا خدنا ايه، هو البيان يعني البيان ينقسم لتصريحين يعني او يعني التصريح الاول احترام الرؤيه الامنيه في تاجيل القمه، النادي الاهلي يعني طبعاً اعلن طبعاً. ان هو احترامه الكامل للرؤيه الامنيه في تاجيل المباراه. تمام. الجزئيه الثانيه ان هو قال ان هو بيرفض لعب اي مباراه قبل لعب مباراه القمه. وانا شايف برضو في ظل حاله الجدل واللغط او الضبابيه وعدم الشفافيه اللي احنا فيها. أيوه. وحاله الصراع اللي احنا مش عارفين هل الامن فعلا او غير كده، انا شايف ان النادي الاهلي من حقه طالما انت برضو يعني اديت له ايه حته مبهمه مش صريحه ومش واضحه. يعني هو يا كابتن احمد معلش ده اسف، اتفضل. يعني النادي الاهلي من حقه يعترض ويطلع بيانات، ونادي الزمالك الموسم اللي فات كله انا بقول لك اسفاف حصل من لجنه المسابقات. بص يا كابتن احمد، كابتن احمد انا لازم اتكلم بقى. ما انا هقول لحضرتك يا كابتن احمد، ماشي، انا بقول لك اهو اللي حصل مع نادي الزمالك الموسم اللي فات، انا بقول لك اهو، او النادي الاهلي او الدوري عامه، دي كانت مؤامره. لما انا اجيب الاهلي يكون ضعيف وعنده مستشفى كلها اصابات، اجيب له فرقه ضعيفه عشان يفضل يكسب، لا ده مش منطق. ولما يجي اتحاد الكره المعايق او الخمسه او اللجنه الخماسيه كابتن احمد، لما تيجي تتكلم وتقول لك انا هاجل مباراه القمه، كل الناس الدنيا مقلوبه. ليه مقلوبه؟ مش فاهم يعني. على فكره المشكله يعني فضل. يمكن حصلت حاجه دلوقتي يمكن من ساعه كده برضو هتسخن الاجواء اكتر. ايه تاني؟ هقول لحضرتك ايه تاني. فضل. يمكن احنا لسه بنقول ان شاء الله في حاله فوز الزمالك باذن الله هيلعب ان شاء الله بامر الله هيفوز بامر الله. ان بكره في اجتماع لاتحاد الكوره، على فكره هم كانوا منتظرين بس عوده عمرو الجمايني، كانوا بس انتظروا اللي هو عودته من امريكا. فهو ان شاء الله بكره هيجي في اجتماع وهيصدر بيان وهيعملوا حل بقى للقمه، يعني حددوا لها ميعاد، وفي الغالب هيكون 28 ان شاء الله في حاله فوز الزمالك، او هتتاجل طبعا كده كده بعد يوم 22 فبراير نوفمبر القادم بعد الانتهاء من تصفيات امم افريقيا ال 23 سنه المؤهله لطوكيو. اللي حصل النهارده في ماتش الزمالك والمقاولين هيسخن الاجواء اكتر. طرد ساسي كده الزمالك مش عايز يلعب المباراه، لان المباراه لو بكره لو اتحدد اللجنه الخماسيه قررت ان المباراه يبقى 28 على ساسي الزمالك، ده ساسي ده وهو مصاب اتاجلت المباريات لاخر لاخر بعد البطوله. ما انا بقول لحضرتك هتدخلنا برده في النفق المزمن، هندخل في ازمه تاني بس بعد النهارده. طبعا كمان لسه الحرس قريب من ساعه محدش خد باله. انا اول ما شفت الانذار الثالث قلت دي ازمه ثانيه بالظبط. طبعا هيحلها ازاي بكره في الاجتماع بكره يعني بنسبه كبيره هيحددوا القمه 28. عارف الزمالك مش هيلعب مباراة يعني محلية، لا هيبقى مباراة القمة لان هيبقى 24 افريقيا 28 قمة. مش هيلعب. هتبص لا نسمع بقى تصريحات بالليل ان مش هيلعب، وهيبقى في ضغط على اللجنة بتاع وفي تأثير على قرار اللجنة الخماسية بكرة بطرد ساسي. طبعا ساسي لعيب كبير ولعيب يعني رمانة ميزان نادي الزمالك. دي برضو هتبقى من الحاجات اللي هتسخن الاجواء برضو كمان، وتعمل احتقار في السوشيال ميديا بقى بين جمهور الناديين وربنا يسترها بقى. كان الله في عون الرياضه المصريه. ده حقيقي بجد. عشان كده حضرتك لازم يبقى لازم الحياديه التامه وتطبيق القانون واللوائح على الكل. الايدي المرتعشه مع اصحاب القرار تودينا في ازمه وازمات اكتر من كده. لا يعني انا راجل اسند الي العمل التطوعي في الرياضه المصريه، انا بشتغل للصالح العام، لا اهلي ولا زمالك ولا ده لسه في الاتحاد السكندري لسه مباراه قدامي هو لسه ساير لان عنده هدف وضربه جزاء وهدف الاثنين صحيحين للاسف يعني ولم ثلاث نقاط اثروا على نتيجه اللقاء. طبعا اثروا طبعا يعني كنت تخرج فايز
غير ما تخرج متعادل يعني في الصراع. الازمات تتوالى تباعا ازمه تلو لسه في الاسبوع الرابع يعني لسه يعني بدري. احنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم ولسه بنقول ده الاسبوع الرابع في الدوري الممتاز. كان الاقدر كنا في غنى عن الكلام ده والله يعني كابتن اشرف. كان الاقدر والاقدم ان اللجنه الخماسيه تحط مباراه الاهلي والزمالك زي ما كانت القرعه الموجهه تبقى خلاص اخر الموسم وفي الدور الاخير الاول وارتاحنا من الكلام ده كله خلاص ونرتاح وزي ما كانوا بيتلعب مثلا في نهايه الدور الاول ونهايه الدور الثاني 20 سنه بنلعبها اخر مباراه يعني. نروح للكابتن المثير للجدل في الاونه الاخيره الكابتن مصطفى يونس نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق. عنده تصريح غريب شويه يا كابتن احمد. ليه يحللها لنفسه ويحرمها على غيره؟ ده ردا على بيان النادي الاهلي. ايه رايك في تصريح الكابتن مصطفى يونس؟ هو طبعا بين اي خلافات شخصيه ما بينه وما بين اعضاء مجلس اداره النادي او رئيس النادي الاهلي تمام. هو انا شايف ان الكابتن مصطفى يونس شايف ان وجهه نظره هو كلاعب منتخب مصر ان الاهلي غلطان. هو شايف وجهه نظره هو راجل فعلا شفاف جدا حتى تصريحاته كلها تمام. بتبقى هادفه يعني ميبقاش يعني ما بيحطش صراعات في تصريحاته كويس. هو بيتكلم عامه عن اللي موجود حاليا في حاله الكره المصريه. هو فعلا معاه حق. معاه حق طبعا. معاه حق. معاه حق يا كابتن اشرف. انا يعني مش قادر اقول ان طبعا انا قلت ان الاهلي يعني محق في بيانه تمام. فما اقدرش اقول بقى عكس كلامي اقول الكابتن مصطفى يونس. لا طبعا انا شايف ان النادي ما الاهلي هو طالما انت حضرتك ما اديتنيش يعني كافه الملابسات والمعطيات للقرار. انت قلت ان المباراه خلاص خطاب من اتحاد الكوره للنادي الاهلي اللي المباراه القمه اجلت لدواعي امنيه. انت كان المفروض تديني القرار ده او صوره من القرار ده مثلا. فاذا كان كده فانا شايف ان الاهلي محق. طيب في سؤال انا هاخد يعني لازم اسمع الاجابه من الضيفين يعني مش هسمع اجابه شخص واسيب الشخص الاخر. انا لازم اسمع من الاثنين. كابتن خالد الغندور ايضا من الاعلاميين المثيرين للجدل في الاونه الاخيره. الاهلي فلت من الزمالك وفيلر لم يواجه فرق قويه. ما تعليقك يا كابتن احمد؟ لا ما ننكرش ده اللي قوي. الاهلي الموسم ده مختلف عن الموسم اللي فات في كبدايه تمام. الموسم تمام. الاهلي بيلعب كره جميله جدا بيأدي كره جماليه وبيعرف يكسب. دي حقيقه ما نقدرش ننكرها تمام. لا انا شايف ان التاجيل ده ممكن يكون في مصلحه الزمالك. كلام منطقي. كلام انا بتكلم كوره تمام. صح يا كابتن احمد. ايه رايك يا كابتن اشرف؟ هو التصريح يعني في بس يعني اكتر شو اعلامي بس يعني الاهلي يعني. قفلت من هزيمه وبتاع طبعا عارف اللي بيزعل خالد عشان خالد راجل زملكاوي. انا عارف اللي يزعل يا كابتن. اتفضل. الكابتن خالد الغندور يعني وهو لاعب له كل الاحترام لعيب فذ محدش يختلف عليه اكيد طبعا. اما بيطلع منه تصريح بالشكل ده طب انت مستني ايه من الجمهور؟ ما هو ده ما سبب العصبيه والاحتقان. هو بتأجج الجماهير ومشاعر الجماهير الحاجات دي. طبعا يعني ما ينفعش لاعب بحجم نادي يعني كابتن خالد الغندور يقول ان الاهلي فلت. بس برضه حضرتك معلش وجهه نظره دي برضه لازم نحترمها يعني. هو نجم كوره بس في حاجه كابتن احمد. كابتن اشرف ماشي احنا بنتكلم كوره أكيد. واقعيا على الارض الواقع. واقعية في ساعه نهائي كاس مصر مع الزمالك وبيراميدز كله كان يعني ايه كان حتى بعدها بفتره قليله كان مباراه السوبر اهلي والزمالك كله كان بيشفق على النادي الاهلي ان نادي الزمالك فرقه فايقه وميتشو بقى مدرب دوافع فوز بالكاس كان اقوى. مدرب الاهلي لسه كانش لعب غير مباراه ولا اتنين. لكن الاهلي يمكن فاجئ الناس باداء يعني مميز قدام السوبر وبتاع وابتدى كريم الزمالك ينزل فاصبحت الصوره مختلفه ومغيره تماما. لو هنتكلم كوره مباراه القمه اللي فاتت الزمالك عطى الزمالك هو اللي عطى الاهلي الحريه ان الاهلي من اخطر الفرق طول ما الكره في رجل لعيبه النادي الاهلي. طيب ما دي برده غلطه مدرب الزمالك. غلطه مدرب الزمالك. مدرب الزمالك ساب الثلث الهجومي خالص للنادي الاهلي هو بتاع الثلث الهجومي بتاع نادي الزمالك اصلا من غير فاروق صريح في ال 18 بيلعب بطرفين الاثنين معطلين لان في رقابه كانت موجوده. النادي الاهلي اصلا كان عارف الاثنين الاخطر اثنين موجودين في تشكيله نادي الزمالك قدر الفايلر يلعب عليها بشكل كويس. نادي الزمالك اصبح ما عندوش اسلحه. لما الزمالك استقبل الجون الثاني في الشوط الاول ده كان امر طبيعي خلاص صعب المهمه بقى لان انت اديت للاهلي انت افرضت النادي الاهلي اديته افضليه فرض سيطرته على الملعب. انت اللي اديته الحته دي انك اتراجعت وتحفظت. انا مع احترامي وجهه نظر فنيه شويه اللي بيدي يعني اللي بيدي النادي الاهلي سيبنا الاهلي الملعب او سيبنا الاهلي الكوره يتحكم في الكوره بينقل اكبر خطوره بيخسر. اللي بيهاجم الاهلي بيكسب الاهلي وجهه نظري تمام. طبعا وقتنا بينتهي وعندنا اسئله كتير مش يعني لضيق الوقت فاحنا يعني بنختار اهم الاسئله يعني علشان حضراتكم تتابعوا معانا ومش عايز اخرج بره الازمات والمشاكل اللي موجوده حاليا. هسال سؤال مهم جدا للكابتن اشرف. لو حضرتك مسؤول عن الكره المصريه في الوقت الحالي ما هو القرار الذي ستتخذه لانهاء الازمه الحاليه في الدوري المصري؟ لعب مباراه القمه في اقرب وقت.
تمام. ده اخر حاجه يعني. ده اخر حاجه. اه بالظبط كده. اه كابتن احمد، لو حضرتك مسؤول عن الدوري المصري او الرياضه المصريه، ما القرار؟ اتفق مع كابتن اشرف، الجدول يمشي زي ما هو ماشي بالظبط كده. اه هو ما هو تزام. ما هو اتحاد الكوره، ما الناس كلها بتقول كده. هو انتوا يعني عايشين في وادي والناس عايشه في وادي؟ ما هو كل الناس رايها واحد. اشمعنى انتوا ولصالح مين؟ فيها بعض المجاملات طبعا. بس ده لو ما كانش لا معانا معانا مداخله. اتفضل. السلام عليكم استاذ يحيى. اتفضل. السلام عليكم كابتن احمد. اهلا يا استاذ يحيى، اتفضل. ازيك يا كابتن احمد، عامل ايه؟ الحمد لله تمام. بمسي على ضيف حضرتك استاذ اشرف استاذ احمد ابراهيم. اهلا وسهلا بيك. والله يا استاذ انا هتكلم بس في نقطه صغيره كده على السريع عشان عارف وقت البرنامج قرب يخلص. اتفضل يا اتفضل. بالنسبه للاهلي، لا المفروض يلعب الماتش، ايه المشكله يعني؟ مفيش اي مشكله. طيب ليفربول حضرتك بتلعب النهارده في تركيا، بكره تروح تلعب في الدوري الممتاز بتاعها، مفيش اي مشاكل. ايوه ايوه. طيب احنا ليه مصر دايما فيها مشاكل في الحته دي؟ ما هو ده اللي مزعل الناس كلها. ما هو ده اللي مزعل الناس كلها يا استاذ يحيى، عشان في مجاملات يا استاذ يحيى، عشان في مجاملات يا استاذ يحيى من سنين فاتت تراكم، فطبعا انت ماشي على خريطه خطا من الاول. هي الخريطه الاولا خطا، بنت خطا. نفسي 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 نوصل لطريقه الاحترافيه في الموضوع ده بالذات. كلامك مظبوط. طبعا لديك الوقت يا استاذ يحيى، رسالتك وصلت وان شاء الله يا ريت. هنطلع بصوره جميله جدا لها معاني كتير قوي، كابتن ايمن اشرف وهو بيصافح الكابتن محمود الخطيب في اخر تدريب. الصوره دي لها معنى كابتن اشرف. عملت يعني ضجه على السوشيال ميديا. أيوة أيوة. ولكن هي بتعكس يعني احترام يعني اللاعب ايمن اشرف للكابتن محمود الخطيب. هو طبعا يعني في الاول وفي الاخر يعني هو بمثابه والد ليه يعني. أيوة أيوة. طبعا هو كان ماسك حذاء الكوره، فلما بيجي يصافح كابتن الخطيب يعني دار الحذاء كده ورا ظهره، فطبعا دي بتعكس مدى الاحترام يعني والتواضع اللي فيه نجم زي ايمن اشرف. طبعا سريع كابتن احمد. اكيد طبعا لاعب لسه في الملعب بيحترم الاقامه كبيره في الكره المصريه يعني اكيد. الاسئله معانا كتير بس لضيق الوقت ما قدرناش نكملها. ان شاء الله يعني بنوعد الجماهير ان يكون معانا الكابتن اشرف والكابتن احمد في حلقه ان شاء الله في اخرى، لان معانا الوقت خلاص اوشك على الانتهاء. انا بشكر حضرتك. شكرا لك يا كابتن احمد، ربنا يخليك. انا سعيد كنت مع حضرتك النهارده والكابتن احمد طبعا. ربنا يخليك كابتن. بشكر كابتن احمد ونورتنا النهارده في برنامجك كوره والجماهير. منورك كابتن احمد. انا اسعد الساده الجماهير الرياضه المصريه في كل مكان. ان شاء الله هنتابع مع حضراتكم الازمات التي خلقها الاتحاد المعين من قبل السيد وزير الرياضة. إن شاء الله نأمل أن تتحسن الرياضة المصرية وأن يكون عندنا مجلس قوي صاحب قرار لا يجامل أحد. سهرناكم وإن شاء الله على ميعادنا متجدد الأسبوع القادم الساعة 12 مساء مع الكرة والجماهير. أحمد سعيد وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.